السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم جوائزي اونلاين. كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم. اليوم حندي ثلاث نصائح في شهر رمضان. اول حاجه، وجبه الافطار لازم تكون وجبه متوازنه، يعني تحتوي على البروتين، على الكربوهيدرات، على الالياف والخضار. ثاني حاجه، شرب المياه لازم يكون بكميات كبيره. ليش؟ لانه انا في رمضان جسمي بفتره الصيام الطويله بفقد السوائل، بفقد معادن، فلازم اعوض المعادن والسوائل اللي بفقدها بشرب المياه بكميات اكبر. نمره ثلاثة، وجبه السحور لازم تكون وجبه متكامله عشان انا احضر حالي ليوم صيام طويل. غير هيك احاول اخفف وجبه السحور من التوابل والبهارات عشان ما اعطش، واحاول ازود في او اضيف لوجبه السحور البوتاسيوم مثل الموز او التمر او الفواكه المجففه. سؤال اليوم حيكون سؤال بسيط، اعطيني مثال لوجبه متوازنه تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والخضروات كمثال من اكلات اللي موجوده في بلدك. وما تنسوا انه برنامجنا برعايه موقع يو اونلاين. موقع يو اونلاين موقع تواصل اجتماعي حول العالم، تقدر تتواصل انت واصدقائك حول العالم عن طريق موقعنا. ما تنسوا انه تسجل حساب في موقع يو اونلاين وتنزل التطبيق. خليكم ذاكرين، كل يوم نصيحه جديده وجوائز عديده مع يو اونلاين. السلام عليكم.